السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دو سجدوں کے درمیان جو مسنون دعا ہے انشاءاللہ اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی، اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واجبرني وارفعني وارفعني واجبرني وارفعني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني واهدني وعافني وعافني وارزقني وارزقني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارفعني واهدني وعافني وارزقني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.